نواصل مع الشأن الأمني. وخلال الدورة 34 لمعهد الدفاع الوطني، أعلن وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، أعلن اليوم عن مشروع إنجاز كتاب أبيض للدفاع والأمن في تونس، مشروع يهدف إلى وضع الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن الشامل للبلاد على المدى الطويل. هذا وشدد الحرشاني على أنه صياغة الكتاب تستوجب تدخل عديد الأطراف مدنية وعسكرية وأمنية، بحكم أنه الأمن القومي مسؤولية يتقاسمها الجميع. هذا هو انطلاق اليوم باش نحاولوا وان شاء الله نوصلوا باش نضبطوا سياسه دفاعيه للبلاد وكتاب ابيض كيفاش باش تكون السياسه نتاعنا الشامله هذه، لان مقاومه الارهاب ليست فقط عسكريه او امنيه، هي اذا هي حرب شامله تمس معناها كل مستويات اجتماعيه اقتصاديه التربويه الدينيه كذلك، و على مستوى التكوين كذلك شنو الجيش اللي نحبوه في العشرية القادمة، شنو نوع الجيش،